بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة أولى إعدادي. نستأنف مع لا فيرب أن سول كومبليمون. لا فيرب أن سول كومبليمون، إذا الأفعال ذات المكمل الوحيد، كما لو نقول الأفعال ذات المفعول به الوحيد. نبخونو جو كومبخون، نأخذ فقرة جو كومبخون، أنا أفهم. نبخونو لا بخونيير كاسيون، ثم نأخذ السؤال الأول. Dans ce texte, que représentent les mots en gras? Idan fadannas, mada tumattil al-kalimat bis-sawad? Al-kalimat al-maktouba bis-sawad, mada tumattil? Dans ce texte, que représentent les mots en gras? Les mots en gras comme avait fait, avoir marié, laissé, aimé, augmenta, aime. Voilà les mots en gras existants dans ce texte. Et dans les kalimat mutawajida bsawad fi hada an-nas. Alors, que représente-t-il? Idan, que représente-t-il? Mada tumattil? Idan, le jawab, la réponse, les mots en gras sont des verbes. Les mots en gras sont des verbes. Idan, le kalimat bsawad hiya af'al. Idan, had le kalimat maktoub bsawad tumattil af'alan. إذن نقول avait fait, avoir marié, laissé, augmenta, aime. Laissé, aimé, augmenta, aime. Voilà les mots en gras dans ce texte. فقط كإشارة هنا عندنا في الجملة الثانية avait fait. هذا le plus que parfait ديال le verbe faire. Le plus que parfait ديال le verbe faire. هذا لو بليس كو بارفي الخاص بفعل فير. ماذا يفيد هنا؟ طبعا هو يفيد الماضي. قبله في الجملة الأولى قلنا أن فامو نيغوسيون دو بابيلون إتي مور أو زاند، تاجر مشهور من بابيلون مات في الهند. مات أيضا في الماضي، نتكلم عن إتي مور. إتي مور يعني أنه مات في الماضي. لو بليس كو بارفي هنا أيضا تفيد الماضي، لكنه حصل قبل الماضي الأول. هذاك الشيء استعملنا هنا لو بلوس كو بارفي. فبدل القول بأنه كان هناك تاجر من بابلون مات في الهند وقبل موته أنه ورث ابنيه بالتساوي، وبدل أننا نقول أيضا وقبل موته فهو ورث ابنيه، إلى آخر القصة التي عرفنا. إذن بدل هذا نستعمل فقط لو بلوس كو بارفي لنقول وقبل هذا تقريبا، كما لو نقول قبل هذا الماضي الأول. إلى فيفي يعني أنه جعل أغيتي جعل ورثة سي دو فيس. سي دو فيس يعني ابنيه، إلى آخره. دون سو تكست كو ريبريزونت لي مو أون غرا. إذن لي مو أون غرا سون دي فيرب. الكلمات بالسواد هم أفعال. Pour la deuxième question, que représentent les mots soulignés? Pour l'instant, nous allons voir les mots soulignés. Dans ce texte, il y a des mots en gras, d'autres qui sont soulignés. إذن عندنا كلمات بالسواد وأخرى مسطر عليها. Les mots soulignés comme leur sœur, un présent, l'ado, son père, sa sœur. Voilà les mots soulignés. Dans ce texte. إذن هذه الكلمات المسطرة عليها في هذا النص. On a venu de dire que les mots en gras sont des verbes et les mots soulignés que représentent les mots soulignés. ماذا تمثل الكلمات المسطرة عليها؟ Les mots soulignés sont des groupes nominaux à l'exception de l'apostrophe. إذن les mots soulignés sont des groupes nominaux. كما لو نقول مجموعات اسمية à l'exception de l'apostrophe qui est un pronom personnel, qui est un pronom personnel. Les mots soulignés sont des groupes nominaux. Les mots soulignés sont des groupes nominaux. Et de la kalimat moussattara alayha, y a majmouat ismiya. À l'exception de l'apostrophe. Bistitna l'apostrophe. Et de had l'apostrophe. Madatoumatil, qui est un pronom personnel. Et y a damir chakhsi kamalon akoul. L'apostrophe est un pronom personnel. إذن هاد الأبوستروف هي ضمير شخصي، كما قلنا قبلا
il laissait un présent de 30 000 pièces d'or à celui qui serait jugé l'aimait davantage. إذن هو ترك 30 000 قطعة ذهب à celui للذي qui serait jugé. كما نقول للذي سيحكم المقصود للذي سيحكم عليه أباه طبعا هو سيحكم مادام أن أباه سيحكم عليه فهو سيحكم المقصود بأنه سيحكم عليه بنظرة إذن هو سيختبر ابنيه لينظر من منهما يحبه زيادة طبعا الذي سيظهر لأباه بأنه يحبه زيادة طبعا أباه سيحكم عليه بأنه الأكثر محبة له وبالتالي كما لو نقول بأن هذا الابن قد حكم عليه بهذه النظرة الإيجابية إن صح التعبير أما الابن الذي سيفشل في الاختبار طبعا كما لو نقول بأنه سيحكم عليه بنظرة ناقصة بنظرة سلبية إذن هنا جوجي لامي إذن كما لو نقول سيحكم لامي يحبه يحب من؟ يحب أباه إذن هذا يحبه يحبه عندنا هذا كما لو نقول التي تعوضها هنا الابوستخوف التي تعوضها الابوستخوف طبعا هي في الأصل له لكن طبعا لو فيرب أمي تبتدأ بأ اللي هي إن فويال وبالتالي غنحذف أه الخاصة بله ثم نضع أبوستخوف إذن فتصبح عندنا الابوستخوف إذن هاد آل تعوض الأب هاد آل أبوستخوف تعوض الأب إذن نتكلم عن ضمير شخصي هنا آل أبوستخوف كي أن برونو بيرسونيل أبخي هنا لتخوزيم كيسيون سيبخيم سيمو كو رمارك تو سيبخيم سيمو كو رمارك تو إذن احذف هذه الكلمات ماذا تلاحظ كو رمارك تو سينا برونو لبرونيي إكزامبل إلا فيغيتي سي دوفيس par portion égale. Alors, nous allons supprimer bien sûr les mots soulignés et nous allons voir le résultat. Il avait fait étier ses deux fils. Quand on dit, il avait fait. Comprenons-nous quelque chose de ces mots? هل نفهم شيئا من هذه الكلمات? Bien sûr, nous ne comprendrons rien. طبعا لن نفهم شيئا. Nous ne comprendrons rien. طبعا لن نفهم شيئا من خلال هذه الكلمات. Mais quand on dit Il avait fait héritier ses deux fils par portion égale. Comme exemple, alors là, la phrase aura un sens. Et donc, on a le jumelé, c'est qu'il y a un sens. Bidon had l'kalimat, bidon had tatima, taban le jumelé, l'en y a qu'on a le hamana. Et donc, sans ces mots, souligné, bien sûr, la phrase n'aura pas de sens. Et donc, bidon had l'kalimat moussattar aléa, sans ces mots soulignés, la phrase n'aura pas de sens. La phrase n'aura pas de sens. إذن بدون هذه الكلمات مسطر عليها الجملة لن يكون لها معنى. Nous passons à la quatrième question. Quelle question doit-on poser après le verbe? أي أسئلة يجب أن نطرحها après le verbe بعد الأفعال؟ طبعا للحصول على الكلمات المسطر عليها لتكون لنا الإجابة بهذه الكلمات المسطر عليها. هذا هو المقصود بالسؤال هنا. Quelle question doit-on poser après le verbe? إذن أي سؤال يتوجب علينا أن نطرحه بعد الأفعال؟ Quelle question doit-on poser après le verbe pour recevoir comme réponse les mots soulignés? Pour recevoir comme réponse les mots soulignés. لكي نحصل على الكلمات المسطرة عليها كأجوبة. Quelle question doit-on poser après le verbe? إذن ما هي الأسئلة المتوجب طرحها بعد هذه الأفعال؟ إذن après ce verbe on doit poser les questions qui quoi qui quoi voilà les questions que nous devons poser bien sûr après ce verbe voilà les questions que nous devons poser après ce verbe إذن après ce verbe on doit poser les questions qui et quoi voilà les questions qu'on doit poser bien sûr après سي فيرب اذا طبعا للحصول على الكلمات المسطر عليها طبعا نطرح السؤال كي او بيان كوا للحصول على هاد المجموعه الاسميه كجواب لهذا السؤال الذي نطرحه
pour la dernière question, comment appelle-t-on ce genre de complément? Pour la dernière question, comment appelle-t-on ce genre de complément? كيف نسمي هذا النوع من المكمل؟ كما لو نقول كيف نسمي هذا النوع من المفعول به؟ Comment appelle-t-on ce genre de complément? كيف نسمي هذا النوع من المكمل؟ كما لو نقول كيف نسمي هذا النوع من المفعول به؟ إذن الجواب يكون ce genre de complément est un complément d'objet direct. هذا النوع من المكمل كما لو نقول بأنه مفعول به مباشر كما لو نقول بأنه مفعول به مباشر إذا نقول هنا بأنه مكمل مباشر ce genre de complément est un complément d'objet direct c'est un complément d'objet direct إذا هو كما لو نقول بأنه مكمل للجملة بشكل مباشر ما معنى هذا؟ معنى هذا بأن هذه المجموعة الإسمية ما تيكونش بينه وبين الفعل واحد الحرف هذا هو الفرق هذا هو الفرق بين complément d'objet direct و complément d'objet indirect بحال دابا عندنا هنا il avait fait héritier إذن هو جعل ورثة لم نقل مثلا بأنه جعل من الورثة أو جعل للورثة إلى آخره مثلا il laissait un présent يعني هو ترك هدية أو منحة إذن لم نقل هنا بأنه ترك للهدية أو ترك للمنحة طبعا باش يكون عندنا هذا المعنى تيقدر يكون بين هذا الفعل وبين هاد ان بريزون كما عندنا هنا ممكن يكون عندنا ا تكون عندنا دو الى اخره تيكون واحد الفاصل بين الفعل وبين هاد المكمل اذا هذا فين تيكون عندنا لو كومبليمون دوبجي انديريكت طبعا سنرى هذا فيما بعد اذا ننتقل الى ثم ننتقل الى جوغوتيان لو غروب نومينال او سون سوبستيتو مثلا لو برونون لو غروب نومينال اذا المجموعه الاسميه بحال اللي شفنا قبل قليل مثلا هيريتي سي دوفيس مثلا لور سور مثلا ان بريزون الى اخره هذه تسمى مجموعه اسميه واحيانا هذه المجموعه الاسميه تعوض مثلا لو برونون بيرسونيل كما راينا فيما سبق مثلا الابوستروف هذه المجموعه الاسميه او سون سوبستيتو او معوضه نتكلم مثلا على لو فيرب سوبستيتوي نتكلم مثلا على لو فيرب سوبستيتوي سوبستيتوي المقصود به انك تعوض نقول مثلا il a substitué il a substitué le chapeau bleu au chapeau jaune ou il a remplacé le chapeau jaune par le chapeau bleu il a remplacé le chapeau jaune par le chapeau bleu هو عوض الطربوش الاصفر بالازرق اذا كما تنشوف هنا بان الطربوش الازرق هو الذي جاء مكان الطربوش الاصفر اذا عندنا هنا لو غروب نومينال لو غروب نومينال او سون سوبستيتو اذا نتكلم عن لو غروب نومينال او معوضه نتكلم عن المجموعه الاسميه او معوضها مثلا كما قلنا لو برونون كي كومبليت ان فيرب الذي يتمم فعلا ايت ان كومبليمون دو فيرب اذا هذا يسمى مكمل فعل لو غروب نومينال الى اخره كي كومبليت ان فيرب الذي يكمل فعلا est un complément de verbe إذن هو مكمل فعل كما نقول بأنه مفعول به لفعل il est essentiel à la compréhension de la phrase il est essentiel à la compréhension de la phrase يعني أنه هو ضروري لفهم الجملة كما رأينا عندما نحذفه لا يبقى للجملة معنى ce verbe qui nécessite un complément sont des verbes transitifs ce verbe qui nécessite Un complément sont des verbes transitifs. هاد الأفعال الذين كما نقول nécessite يعني أنهم يلحون أو يتطلبون un complément نقول عن شيء بأنه nécessaire يعني أنه ضروري نقول عن شيء بأنه nécessaire c'est-à-dire essentiel ou bien indispensable نقول عن شيء بأنه nécessaire c'est-à-dire essentiel indispensable يعني أنه ضروري نقول مثلا il est nécessaire de manger pour vivre il est nécessaire de manger pour vivre يعني انه ضروري ان تاكل لتعيش il est nécessaire de manger pour vivre هو ضروري ان تاكل لتعيش اذا نتكلم عن nécessaire c'est-à-dire
essentiel ou bien indispensable. نقول مثلا faire le nécessaire pour finir à temps. نقول مثلا faire le nécessaire pour finir à temps. يعني اعمل الضروري للانتهاء في الوقت. تيقول لك شي واحد فعل ليا اعمل ليا اللازم باش تكمل ليا في هذا الوقت. اعمل ليا اللازم باش تكمل مثلا من السيمانه من الشهر من الشهرين. اذا افعل الضروري، افعل الضروري لكي تنتهي من العمل في هذا الوقت. faire le nécessaire pour finir à temps. faire le nécessaire pour finir à temps. اذا افعل الضروري لتنتهي في الوقت. اذا نتكلم عن لو نيسيسير. الفعل هو نيسيسيتي، المقصود به يقتضي يستلزم. نيسيسيتي المقصود به يقتضي يستلزم. اذا الفعل هو نيسيسيتي يقتضي يستلزم. اذا سيفير كنيسيسيت ان كومبليمون سون دي فيرب ترانزيتيف. اذا هاد الافعال التي تتطلب او تستلزم هاد المكمل، اذا هاد الافعال تنسميوها افعال متعديه. اذا سو سون دي فيرب ترانزيتيف. اون نون ديستينغ دو سورت، نميز منها نوعين. اون نون ديستينغ دو سورت، هناك نوعين من هذه الافعال المتعديه. اون نون ديستينغ دو سورت، يعني اننا نميز من هذه الافعال المتعديه نوعان. لا بروميير سورت لي فيرب ترانزيتيف ديريكت كي سون سويفي دان كومبليمون دوبجي ديريكت. اذا نتكلم عن الافعال المتعديه المباشره كي سون سويفي المتبوعه، الافعال المتبوعه دان كومبليمون دوبجي ديريكت، المتبوع كما لو نقول بمكمل مباشر، كما لو نقول مفعول به مباشر، نرمز له بالسي او دي، المقصود بها كومبليمون دوبجي ديريكت. ثم لا دوزيام سورت، لا دوزيام سورت دو سي فيرب. اذا النوع الثاني من هذه الافعال سو سون لي فيرب ترانزيتيف انديريكت، اذا هي الافعال المتعديه الغير مباشره. لا فيرب ترانزيتيف انديريكت، الافعال المتعديه الغير مباشره كي سون سويفي المتبوعه التي هي متبوعه كما نقول دان كومبليمون دوبجي انديريكت. اذا الافعال المتعديه المباشره تتبعها مكملات مباشره، الافعال المتعديه الغير مباشره تتبعها مكملات غير مباشره. اذا لا فيرب ترانزيتيف انديريكت كي سون سويفي دان كومبليمون دوبجي انديريكت، نرمز لها سي او اي. طبعا هو اختصار لعبارة complément d'objet indirect. إذن on reconnaît le complément d'objet direct en posant la question quoi pour les choses, qui pour la personne, bien sûr après le verbe. إذن طبعا باش نعرفو le complément d'objet direct on reconnaît يعني أننا نعرف le complément d'objet direct en posant la question quoi pour les choses, qui pour les personnes. بمعنى آخر لكي نعرف لو كومبليمون دوبجي ديريكت اون بوز لا كيستيون، يعني اننا نطرح السؤال كوا، نطرح السؤال كوا، ماذا بور لي شوز بالنسبه للاشياء، كي بور لي بيرسون. لنعرف هذا النوع من المكمل اون بوز لا كيستيون، يعني اننا نطرح السؤال كوا، ماذا بور لي شوز بالنسبه للاشياء، كي يعني من، بور لي بيرسون بالنسبه للاشخاص. après le verbe يعني اننا نطرح هاد كوا وهاد كي après le verbe بعد الفعل. هاد كوا وهاد كي نطرحها بعد الفعل. نقول مثلا il avait fêté qui، هو جعل ورثة من. اذا سنقول il avait fêté ses deux fils، يعني انه جعل ورثة ابنيه. il avait fêté qui، اذا هو جعل ورثة من. il avait fêté ses deux fils، يعني انه جعل ورثة ابنيه. il laissait quoi، هو ترك ماذا. il laissait un présent، اذا هو ترك جائزه. on reconnaît le complément d'objet indirect en posant la question à quoi ou bien de quoi، لاي شيء او عن اي شيء. on reconnaît le complément d'objet indirect en posant la question à quoi ou bien de quoi. كما نقول لاي شيء أو عن أي شيء. pour les choses بالنسبة للأشياء.
أو نطرح السؤال أو بيان أكي أو بيان دو كي، عن من أو لمن، عن من أو لمن، عن من يتكلم، لمن يتكلم. مثلا طبعا للأشخاص pour les personnes. إذن هذا السؤال يطرح عندما يتعلق الأمر بالأشخاص، أما عندما يتعلق الأمر بالأشياء طبعا نطرح السؤال أكوا أو بيان دو كوا. طبعا هذه الأسئلة نطرحها après le verbe، بعد الفعل. إذن نعطي أمثلة: el téléphone à leurs parents، el téléphone à leurs parents، هن يتلفين، طبعا هن يتصلن بالهاتف، à leurs parents، بآبائهم. إذن هن يتصلن بآبائهم. طبعا السؤال يكون el téléphone à qui، هن يتلفين لمن، هن يتصلن بمن. طبعا الجواب يكون el téléphone à leurs parents، el téléphone à qui، el téléphone à leurs parents. ثم nous rêvons de nos amis، nous rêvons de nos amis، نحن نحلم بأصدقائنا، نحن نحلم بأصدقائنا. نحن نحلم مثلا نريد أن نرى أصدقائنا، nous rêvons de nos amis. إذن السؤال المطروح هنا يكون nous rêvons de qui، nous rêvons de qui. طبعا عندنا لو فيرب غيري، يعني أنك تحلم وترى حلما، nous rêvons de qui، نحن نحلم بمن. إذا الجواب يكون nous rêvons de nos amis، نحن نحلم بأصدقائنا. مثلا في الجملة ما قبل الأخيرة ils se souviennent des années passées، ils se souviennent des années passées، هم يتذكرون السنوات الماضية، ils se souviennent des années passées، هم يتذكرون السنوات الماضية. طبعا السنوات الماضية ليست أشخاص، وبالتالي السؤال يكون ils se souviennent de quoi، ils se souviennent de quoi، هم يتذكرون ماذا، هم يتذكرون ماذا. طبعا الجواب يكون ils se souviennent des années passées، ils se souviennent des années passées، يعني هم يتذكرون السنوات الماضية. ثم في الأخير on l'a opéré de l'appendicite، on l'a opéré de l'appendicite، إذن هم عملوا لها عملية عن التهاب الزائدة الدودية، إذن هم قاموا لها بعملية عن التهاب الزائدة الدودية. إذن on l'a opéré de l'appendicite، إذن on l'a opéré de l'appendicite. إذن السؤال يكون هنا on l'a opéré de quoi، on l'a opéré de quoi، إذن هم قاموا لها بعملية عن ماذا. إذن الجواب يكون on l'a opéré de l'appendicite، on l'a opéré de l'appendicite، إذن هم قاموا لها بعملية عن التهاب الزائدة الدودية. طبعا كما قلنا في البداية بأن الفرق بين الجمل التي رأيناها قبلا في النص وبين الجمل التي عندنا الآن هو هاد الفارق بين الفعل ثم بقية الجملة، ثم بقية الجملة. نتكلم عن مكمل الجملة. نأخذ مثلا el téléphone à leurs parents، يعني هن يتلفن لآبائهن، el téléphone à leurs parents، لم نقول هنا el téléphone leurs parents. إذن طبعا leurs parents ستكون complément d'objet indirect. لماذا؟ لأن بين هاد المكمل وبين الفعل كاين عندنا هاد أ. ثم مثلا nous rêvons de nos amis، نحن نحلم بأصدقائنا. طبعا لم نقل هنا nous rêvons nos amis، نحن نحلم أصدقائنا، وإلا لكانت هاد nos amis complément d'objet direct، غتولي مكمل مباشر، لكن هنا غير مباشرة، لكن هنا هي مكمل غير مباشر. لماذا؟ لأن بينها وبين الفعل كاين عندنا هاد، عندنا هاد دو. ثم il se souvient des années passées، il se souvient des années passées، هم يتذكرون السنوات الماضية. طبعا عندنا هدي، لم نقل هنا il se souvient les années passées مثلا، بل قلنا هم يتذكرون، كما لو نقول هنا هم يتذكرون للسنوات الماضية، كما لو نقول هذا، كما لو نقول هم يتذكرون للسنوات الماضية، بل نقول il se souvient des années passées. Le verbe se souvenir هو تطلب هاد دو، le verbe se souvenir هو تطلب باش تكون معاه هاد دو. طبعا في الجمع
دي ثم اون لاوبيري طبعا اون لاوبيري دو طبعا ما عندناش اون لاوبيري لابونديسيت ما عندناش اون لاوبيري لابونديسيت بل عندنا اون لاوبيري دو لابونديسيت طبعا عندنا لو فيرب اوبيري يعني انك تقوم بعمليه ومن كلمه لوبيراسيون ومن كلمه لوبيراسيون يعني العمليه بينما في الجمل الموجوده في النص مثلا الى فيفيتي سي دو فيس ابريز افوار ماري لور سور ما عندناش ابريز افوار ماري مثلا ا لور سور او بيان دو لور سور الى اخره الا سي ان بريزون لم نقول هنا الا سي ان بريزون او بيان الا سي دان بريزون بل قلنا الا سي ان بريزون يعني ان المكمل هو ملتصق مع الفعل بشكل مباشر اذا فهذا كومبليمون دوبجي ديريكت مثلا لو سوغون اوغمونتا دين بارتي دو سون هيريتاج لادو طبعا الاصل هنا لو سوغون اوغمونتا لادو باش ما نغلطوش لو سوغون اوغمونتا لادو الثاني رفع الصداق بماذا رفع الصداق دين بارتي دو سون هيريتاج هذا هو الاصل Le second augmenta l'ado de sa sœur d'une partie de son héritage. Atteni rafa'a sadaqa ukhtihi bi juz'in min irtihi. Idem, bach m'ikounch adn al-khata ana. Hna tentkellmou ala had l'kalimat moussattar alayha li tadji kamal wna qoul kal maf'oul bihi hiya hiya nafsuha ghayr masbouqa bhad deux ou a. Taban kama qulna bi anna had deux ou had a اللي تتفصل بين هذا المكمل وبين الفعل اصلا الفعل اللي تيتطلبها الفعل هو اللي تيتطلب تكون مع هاد دو او هاد ا مثلا يعني هاد الفواصل اللي بينه وبين المكمل باش يكون عندنا مكمل مباشر او مكمل غير مباشر اذا نكتفي بهذا القدر حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.